لعبة البيزنس زي جيم الشطرنج، غلطة واحدة تلاقي نفسك بره. إبراهيم افتكر انه مقفل الجيم عشان كده ما فتحش اللينك. إبراهيم طول عمره على وضعه وبيسلك مع أي حد، في الكلية كان مثبت الدكاترة وصاحب المعيدين، بيفتح مواضيع مع سكرتيرة شؤون الطلبة والملازم بتجيله لحد عنده. وطبعاً لما جالنا يعمل انترفيو طقم فورمال، حط جل، كتب سي في ما يخرش المية، يدوب هيعمل الشويتين وهتعدي. بس أستاذ يحيى كان رأيه مختلف. اللي نفعك النهاردة يا إبراهيم مش هينفعك بعدين. افتح لينك برنامج ريكسونا لتنمية المهارات العملية وتعلم ازاي تعدي الانترفيو قبل ما الحقيقة تصدقك. ريكسونا، رحلة لقاء.